موجز لأهم الأنباء من التناس حياكم الله. وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الجيش الذي يقوده حفتر بمؤسسة خليفة حفتر، معتبرا إياها ميليشيا مسلحة كبيرة دمرت مدينة بنغازي لمقاومة الثورة. وأوضح المشري في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن حفتر قاتل شباب الثورة ووضعهم في سلة واحدة مع الإرهابيين، قائلا إن حفتر اختار تصفية قوى الثورة والإرهاب في سلة واحدة. وأضاف إنه لا توجد مؤسسة عسكرية شرقية ليبيا بالمعنى الحقيقي، وما يوجد ميليشيا مسلحة يقودها أبناء حفتر وأبناء عمومته وليس حسب التراتيب العسكرية. أكدت صحيفة العربي الجديد إن المقترح المصري الجديد الخاص بتوحيد مؤسسة الجيش الليبي يتلخص في تكوين مجلس عسكري يمثل كل الأطياف السياسية بما فيهم النظام السابق، على أن يكون حفتر رئيسا للمجلس دون أن يتمتع بصلاحية مطلقة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أو مصدر دبلوماسي لم تذكر اسمه قوله إن المقترح يشترط أن تحظى القرارات العسكرية التي يتخذها المجلس بإجماع أعضائه. ولفت المصدر إلى إضافة نوعية في المقترح المصري تمثلت في أن تتبع أركان القوات الجوية والبحرية لوزير الدفاع مباشرة، فيما ستبقى تحت إمرة المجلس العسكري الأركان البرية وبقية الإدارات العسكرية والمناطق. أعلنت قوة حماية وتأمين سرت عن معاينة الجثث التي عثر عليها في منطقة الظهيرة غربي مدينة سرت من قبل وكيل النيابة وجهاز مديرية أمن سرت وجهاز الإسعاف والطوارئ. القوة عبر صفحتها الرسمية السبت أوضحت أنها نقلت الجثث المعتور عليها لإدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى بأمر من وكيل النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية لها. حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من تدهور الوضع الأمني في مصفات الزاوية، مطالبة بحل أمني عاجل يضمن سلامة المواطنين وحماية المواقع. وأشارت المؤسسة إن مصفات الزاوية شهدت ازديادا حادا في وتيرة الخروقات الأمنية رغم وجود أفراد حرس المنشأة وسرايا الإسناد. وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، لا من ناحية أمن الأفراد أو استمرار الإنتاج، مطالبة السلطات المختصة بوضع حل لهذه القصور الأمني. دعت رابطة مهاجري بنغازي الأهالي لحضور فعاليات ملتقى بنغازي الأمل الثالث عصر الاثنين بمصراته. وأوضحت الرابطة أن الفاعلية والتي ستكون تحت عنوان عودة المهجرين مرتبطة بعودة الحياة لمدينة بنغازي تهدف إلى تذكير الليبيين بقضية مهجري بنغازي وحق العودة المشرقة، مشيرة بأن 15 من أكتوبر كان يوما فارقا في تاريخ بنغازي والحياة المدنية في المدينة والتي لم تعد موجودة في ظل حكم العسكر وهيمنة حفتر وأبنائه على المدينة بحسب الرابطة. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.